تحت شعار إرادتنا موهبتنا انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الأول للموهوبين من ذوي الإعاقة بمدينة جدة، وذلك بحضور ورعاية كريمة من معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي ونائبته الدكتورة تماضر الرماح وجمع من القناصل والسفراء الذين شاركت بلدانهم بهذا المؤتمر، إضافة إلى عدد من المتحدثين من مختلف دول العالم. احنا في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على أتم الاستعداد لدعم هذه الجمعية بكل ما يحتاجون، سواء كان دعم مادي أو أي أمور أخرى. لا يفوتني أن أشكر جزيل الشكر شركة سابك على رعايتها وشراكتها الاستراتيجية مع هذه الجمعية واهتمامها بهذه الفئة. وسابك ليست غريبة على الأعمال الاجتماعية بشكل عام وعلى هذه الفئة بشكل خاص. حضور والمشاركة في المؤتمر الدولي الأول للموهوبين من ذوي الإعاقة، متطلعين أن تسهم هذه المناسبة المباركة في صنع نقلة نوعية على صعيد دعم فئة غالية من مجتمعنا أثبتت أنها قادرة على تقديم الإضافة القيمة ضمن مبادرات مؤسسية ذات أساس علمي وأثر مستدام. يهدف المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه على مستوى العالم إلى مناقشة العلاقة بين الموهبة والإعاقة وتوعية الأسر بالتعامل الإيجابي مع الموهوبين من أبنائهم من ذوي الإعاقة وتقديم نماذج منهم ورفع درجة الوعي المجتمعي حولهم والكشف عن أحدث التقنيات المساعدة للموهوبين وبناء قاعدة بيانات حول الأبحاث المتعلقة بالموهوبين وتصميم نظام معياري يقيس مواهبهم والاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية في التعامل معهم. لو أنا ودي أتكلم بتكلم بكلام الوزير لأنه قال كلام جدا جميل، أنه 1000 جمعية موجودة في السعودية، تفردت جمعية الإرادة من 1000 بشكل منفرد. الجمعية الآن موجودة في السعودية، الحلم والطموح يكون على مستوى جميع أنحاء العالم بمشيئة الله، وهذا الطموح مرسوم له كخطة استراتيجية تقريبا متوسطة إلى بعيدة المدى بمشيئة الله. الجمعية الإرادة، طبعا أنا عضو مجلس إدارة جمعية الإرادة، وهذه أنشأت لذوي الاحتياجات الخاصة الموهوبين بحيث أن نحن ننمي مهاراتهم لكي يشاركوا في بناء المجتمع، وهذا يعني لتحقيق للرؤية 2030 في أن يشاركوا في بناء المجتمع في الوظائف في كل المناسبات. تدور محاور المؤتمر حول الإعاقة والموهبة وطبيعة العلاقة بينهم، إضافة إلى دور المجتمع في تنمية مواهب ذوي الإعاقة. أنا بأوصل رسالة لأي واحد من ذوي الاحتياجات الخاصة، هو بيقول أنا مقدر أنا، بس يا أخي عقلك شغال خلاص ما في شيء صعب عليك، لو جسمك كله موقف بس عقلك ما زي عمر بوكس الحمد لله، شو كيف هو ما شاء الله، هو ما كان صار ذا كله، هو المنسق هو اللي جاب الأفكار ما شاء الله ما شاء الله. أنا عضو فيها الحمد لله، أنا إن شاء الله أنا أرفع رأس الجمعية بإذن الله، زي ما قلت الغيري أنه بإذن الله ما يجي 2030 2030 إلا وأنا محقق كل الطموحات وطموحات من مثلي، وبإذن الله راح أشتغل شغل بإذن الله، وراح ندعم كل شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بإذن الله. الآن ماجد أول شاب سعودي من ذوي الاحتياجات الخاصة يتخرج من الولايات المتحدة الأمريكية من الثانوية العامة، لقب بسفير الإرادة والتحدي والعزيمة والإصرار من قبل الأميرة دعاء، ومنح من الأمير سلطان بن سلمان ببعثة تكمل دراسته الجامعية. ماجد الحمد لله فنان تشكيلي، له ما شاء الله رسومات، وشارك في اليوم الوطني للمملكة. تخلل المؤتمر معرضا مصاحبا شاركت فيه عدد من الجهات الحكومية وغيرها من الشركات الراعية والجمعيات والجهات التوعوية. أنا كنت شرى الرباعي، يمكن قعد سنتين عام 1405 شرى الرباعي، ولا مشيت إلا عام 1431 مشيت عجلية، قمت التعليمي والجامعة
دحين أنا موظف أخصائي اجتماعي في وزارة الدفاع وأقابل الناس بصدر الرحب. اجتمع هؤلاء المتحدثون على تحقيق شعار المؤتمر الأول: إرادتنا موهبتنا. نزار العلي لقناة يقرأ الفضائية، جدة.